مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي طلاب الصف الثاني عشر لمادة العلوم العامة ومع الوحدة التاسعة الانشطار النووي والاندماج النووي، ومع درس حل تدريبات ومراجعة الوحدة التاسعة في مجمع مدارسكم الأندلس الإعدادية الثانوية الخاصة للبنين، ومع مدرسكم أحمد بشير. في نهاية الحصة يكون الطالب قادرا على أن يصف عملية الانشطار النووي والاندماج النووي، يوضح الانشطار النووي والتفاعل المتسلسل والتحكم في التفاعل الانشطاري، يوضح إيجابيات تطوير محطات الطاقة النووية الاندماجية في المستقبل وسلبياته، ويحل أسئلة عامة على الوحدة. بداية، ماذا يسمى التفاعل في الشكل المجاور وكيف يحدث؟ ما مفهوم الانشطار النووي؟ إذن هذا تفاعل متسلسل بحيث تؤدي انقسام نواة اليورانيوم الثقيلة بواسطة النيوترون إلى انبعاث 3 نيوترونات وطاقة، وتنقسم ذرة ونواة اليورانيوم إلى نواتين ذات كتلة أقل وهما الكريبتون والباريوم. ما مفهوم الاندماج النووي؟ هو اتحاد نواتين خفيفتين لإنتاج نواة أثقل. الكتاب المدرسي صفحة 146. مفهوم الانشطار النووي هو انقسام نواة كبيرة بصورة طبيعية أو صناعية عند قذفها بجسيم آخر كما في الشكل المجاور. معادلة الانشطار النووي، عزيز الطالب، يورانيوم 235 العدد الكتلي و92 العدد الذري زائد نيوترون يؤدي إلى انقسام نواة اليورانيوم إلى ذرة نواتين باريوم وكريبتون، ويصاحب ذلك انبعاث 3 نيوترونات وطاقة نووية هائلة جداً. ما شروط الحصول على تفاعل نووي متسلسل؟ 1- تصادم النيوترونات بذرات اليورانيوم 235 بالسرعة المناسبة التي تمكنها من الامتصاص بداخلها، وأن تكون كتلة اليورانيوم 235 كتلة حرجة، وأن تكون نسبة اليورانيوم 235 المستخدم بين 3 إلى 4%. ما المقصود بالكتلة الحرجة؟ هي أقل كتلة من اليورانيوم 235 نحتاجها للبدء بتفاعل متسلسل، بحيث الحصول على طاقة الاندماج تضغط مكونات الغاز المتأين المعروف باسم البلازما معا بواسطة الحصر المغناطيسي، حيث يحصر ويسخن. ما شروط الحصول على تفاعل نووي متسلسل؟ أذكر شرطا واحدا، هو أن تكون نسبة اليورانيوم 235 المستخدم بين 3 إلى 4%، وأن تكون كتلة اليورانيوم 235 كتلة حرجة. إذا نوضح المقصود بالتفاعل متسلسل، بحيث تصطدم النيوترونات أو نيوترون بذرة اليورانيوم وفي السرعة المناسبة، بحيث تسبب في انشطارها إلى نواتين، ويصاحب ذلك انبعاث طاقة نووية هائلة جدا، بحيث رفع نسبة اليورانيوم إلى 3 إلى 4% وتهدئة سرعة وإبطاء لسرعة النيوترونات. هل كان سيتم تفاعل الانشطار النووي؟ لا، إذ يجب أن تتصادم النيوترونات بذرات اليورانيوم
235 بالسرعة المناسبة التي تمكنها من الامتصاص بداخلها. سؤال: كيف يمكن إبطاء سرعة النيوترونات لتمتص بداخل أنوية اليورانيوم؟ أحسنت عزيز الطالب، باستخدام مهدئ سرعة مثل الماء الثقيل. سؤال 4 صفحة 151: ما المطلوب لإنتاج تفاعل انشطاري نووي بحيث تكون يورانيوم 235 ونيوترونات مقذوفة بسرعة مناسبة لامتصاصها؟ من إيجابيات تطوير محطات النووية الاندماجية في المستقبل وسلبياته: من الإيجابيات بحيث هناك إيجابيات متعددة لتكنولوجيا الاندماج النووي في إنتاج الطاقة، منها تنتج طاقة الانشطار نفايات مشعة طويلة العمر، أما الاندماج فينتج النيوترونات التي تؤثر في المعدات المستخدمة فتصبح تلك المعدات مشعة، ولكن بمستويات عزيز الطالب بمستويات أقل من الانشطار، ويكون عمر النصف لها أطول من نواتج الانشطار. إذن من الإيجابيات أيضا تعد طاقة الاندماج أكثر أمانا من تفاعل الانشطار، ولا يوجد خطر حدوث فشل متتال يطلق إشعاعات إلى البيئة المحيطة، وأيضا كمية الوقود المطلوبة أقل بكثير في حالة الاندماج النووي، ومصدر وقود الديوتيريوم وفير ويمكن استخراجه بسهولة من ماء البحر من دون تعديل أو معالجة مكلفة. أما من السلبيات عزيز الطالب، لا يمكن تحويل النفايات النهائية الناتجة عن الاندماج إلى مواد تصلح لصنع الأسلحة كما هو الحال في مفاعلات الانشطار الحالية، وهناك بعض المخاوف المحتملة من طاقة الاندماج النووي، ومنها التريتيوم غاز خطير وانطلاقه يسبب مخاطر على الصحة. وبالرغم من أن تطورات التكنولوجيا الاندماج واعدة في المستقبل، ولكن الحصول على مفاعل اندماج تجاري ينتج طاقة أكثر من طاقة الدخل ربما لن يكون في المتناول قبل 20 إلى 50 سنة قادمة. ما الكتلة الحرجة لليورانيوم 235؟ أحسنت عزيز الطالب، كمية كافية من اليورانيوم 235 لإحداث تفاعل انشطاري. سؤال 13 صفحة 166: ما الشروط الواجبة للمحافظة على التفاعل المتسلسل؟ 1- أن تكون نسبة اليورانيوم المستخدم من 3 إلى 4%. 2- أن تكون كتلة اليورانيوم 235 كتلة حرجة. 3- تصادم النيوترونات بذرات اليورانيوم 235 بالسرعة المناسبة التي تمكنها من الامتصاص بداخلها. ما هو الماء الثقيل؟ أحسنت عزيز الطالب، هو مهدئ السرعة الأكثر شيوعا، ويستخدم لإبطاء سرعة النيوترونات لتمتص بداخل أنوية اليورانيوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى أن نلتقي مع درس جديد بإذن الله تعالى، وجزاكم الله خيرا. مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية.